إذن نشاهد معكم متابعينا في هذا الفيديو لهاتي الحشرات التي تخرج من التين الذكري، وتقريبا هي حبات جاهزة لنقلها إلى شجرة التين الأنثى، وإن شاء الله ستكون بداية التلقيح بهاته تقريبا الحشرات. إذن نشاهد معكم أكثر في صورة مقربة أكثر. تقريبا هي الحبة يمكن أن تخرج جيوش كثيرة، الجيش الأول يكون يوم الأول إلى يوم الثاني والثالث إلى أقصى تقدير، يعني إلى 3 أيام، يعني تخرج بمعدل 3 جيوش. هذه الجيوش ستتوزع عفوا في شجرة التين الأنثى وتبدأ بتلقيح، يعني كل حشرة من هذه الحشرات ستلقح حبة تين واحدة إن شاء الله. إن شاء الله متابعينا سنتعرف عن جديد التين الذكري إن شاء الله والتين الأنثى في سويعات قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.